بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آه هذا هو اللقاء الرابع في محاضراتنا العربيه واللغات الساميه وفيه آه نركز على العلاقه بين لغتنا العربيه الفصحى وما عرف بهذا الاسم اللغات الساميه وكنا قد وصلنا او تواصلنا معكم في الحديث عن اصل صيغه اصل صيغه افتعل بين العربيه واخواتها وتكلمنا عن هذه الصيغه ورجحنا ان الاصل في هذه الصيغه كان اتفعل بتقديم التاء على الفاء وحدث في مرحله زمنيه ما أن الفاء توسطت بين المزيدتين الألف والتاء فصارت افتعل، والعلماء قالوا هذا التطور حدث مع أو في كلمات وجدت فيها أحد الحروف الأربعة حروف الصفير والتفشي الصاد والسين والزاي والشين، ثم عمم آه هذا الإبدال بعد ذلك قياسا على هذه الكلمات فصار الشائع والسائد في العربية الفصحى افتعل ورأينا صيغة افتعل آه في لغتنا العربية الفصحى ما بين وجوب الإظهار كما في احترم والتقى وهكذا ووجوب الإدغام كما في الصبر وطلع واحيانا نرى ان التاء تبدل طاء اذا سبقها صوت مفخم كما في اصطبر وتبدل التاء ايضا صوتا مجهورا اذا سبقت بصوت مجهور كما في اذ دهر واذ ذكر والذي اريد ان اضيفه في هذا اللقاء ان تاء افتعل ايضا حدث فيها الابدال حين كانت فاء افتعل واوا او ياء وصارت هذه الواو او الياء تبدل تاء وتضغم التاء في التاء وصار هذا هو المشهور والشائع لدى العلماء فابن جني يقول أه واعلم ان افتعل ومفتعلا وكل ما تصرف منه اذا بنيته مما فاؤه أه واو او ياء فاكثر العرب، نركز على هذه العباره اكثر العرب وهي اللغه المشهوره الشائعه يبدلون مكان الواو والياء تاء ثم يضغمونها في التاء التي بعدها وذلك قولهم اتزن ويتزن ومتزن اتأس فهو متئس ويتأس إذا هي الأصل في هذه الصيغة كان بالواو أو الياء ولكن هذه الواو والياء كما نقول أبدلت تاءً فلزم الإضغام إضغام التاء في التاء على هذا النحو آه العرب توقفوا أمام هل المضغم الأول في الثاني وهذا هو المشهور وهذا هو المألوف أم المضغم الثاني في الأول خلافا للأصل القضية أن القراء والعرب قالوا نلجا للادغام للتخفيف وكراهه الاستثقال حين نضع اللسان عند نطق الحرف ثم نعود الى نطق الحرف مره ثانيه في هذا تكلف لا يخفى على المتكلم والسامع فمن هنا ان تدغم وتنطق حرفا واحدا فهذا فيه تخفيف وتقريب على هذا النحو آه، اذا هم يريدون ان يقولوا لنا ان النطق بالمثلين ثقيل لانك تعمل اللسان مرتين في نطق هذا الحرف انما اذا نطق بالادغام فهو ينطق مره واحده وهو مشدد آه، اذا الاصل في الادغام ان يضغم الاول في الاخر او ان يضغم الاول فيما بعده في الثاني آه انما انا الذي اقراه وقراته ان هناك إضغاما جاء مخالفا للقاعده فمما نقف عنده ونتدبره الفعل الصابر هذه الصيغه لو قلت الاصل فيها اص تبر وبدلت التاء صادا ما الذي حدث بعد ان ابدلت التاء صادا؟ ادغمت الصاد في الصاد آه فبالتالي قيل الصبر آه هذا الاضغام ان تقول الاول في الثاني هذا هو الاجود لكن في بعض الصيغ يقولون ده الذي حدث هو ادغام الثاني في الاول الذي حدث هو إضغام الثاني في الأول لأنني حين أقول مثلا إذ ذكر والأصل إذ تكر والتاء أبدلت دال آه ثم أبدلت الدال ذالا خلاص القاعدة كما هي إضغام الأول في الثاني الذال في الدال المبدلة ذالا هذا هو الأصل لكن حين أقول ادكر فما الذي حدث في الدكرة يقولون بنفس الصورة الأصل إذ تكر أبدلت التاء دالا فصارت الدكرة ثم أبدلت الذال دالا فصارت إدغام الدال في الدال هل الدال الأولى هي التي أدغمت أم الدال الثانية هي التي أدغمت في الأولى يعني فيها خلاف بهذا الشكل وعلى هذا النحو أه هناك صيغ أخرى حين نقول الثأر والثغر تجد أن الثاء أبدلت تاء وأدغمت التاء في التاء فقيل التأر من الثأر أو من الطار أه كما أقول كلام العلماء طويل في هذه المسألة فإذا قلنا الطبرة من صبر و أو من الترب إلى آخره فكل هذه الكلمات كما أقول حدث فيها إدغام الحرفين المتماثلين لكن كما أقول اجتهاد العلماء هل الأصل اتفعل فيبقى أن التاء أبدلت طاء أو أبدلت دالا واضغمت فيما بعدها فهذا هو أصل الإضغام فناء الأول في الثاني أو حدث العكس أن الثاني هو الذي أضغم في الأول آه كما أقول قضية فيها خلاف حسب الأصل الذي تراه هل أصل الصيغة أت فعل فيبقى إبدال التاء طاء وإضغام الطاء في الطاء أو العكس أن آه تاء هي المتأخرة وهي التي أبدلت يعني كما أقول العلماء لهم كلام كثير في هذه المسألة لكن أنا ألخص لك المسألة وأقول صيغة إت فعل هي الأصل السامي القديم وهذا الأصل السامي القديم هو موجود في أخوات العربية من عبرية وآرامية وأوجريتية إلى آخرة أما الأصل الذي نراه في العربية الفصحى وهو صيغة افتعل فكأنه متطور عن الصيغة السابقة وهي اتفعل وكما قلنا هذا التطور حدث مع حروف الصفير أولا تقدمت حروف الصفير التي هي واقعة فافتعل أو حرف التفشي فصرنا نجد الصيغة افتعل مستخدمة في اللغة العربية ثم عمم هذا الإبدال بعد ذلك فصارت كل الكلمات على وزن افتعل وليس ادفعل كما نراه في أخوات العربية العنصر الثاني الذي نريد التركيز عليه حتى تتضح المقارنة لنا فكما قلت التوقف عند لغة واحدة يجعلك تنظر في صورة ضيقة للظاهرة اللغوية ولا تتعمق فيها كمن ينظر من العين السحرية لا يرى الا ما تعطيه له العين انما من ينظر في لغات اخرى وهي لغات تتقارب وتتشابه مع اللغة العربية فكانما فتحت له الابواب والشبابيك يرى كل شيء ويتعمق في كل شيء وتتوسع مداركه من خلال المقارنات ولذلك نعرج على اللغات السامية اخوات العربية ونستأنس بها في امر هذه الصيغة فنرى مثلا اللغة الارامية ولهجتها الاشهر والاعم السريانيه الصيغه فيها هي صيغه ات فعل ولديك امثله موجوده في الكتاب اخذناها من العهد القديم ان في امثله آراميه في سفر دانيال منها يترامي 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 يعني يلقى او يرتمى يتقاري يتقاري يعني يدعى تجد ان الماضي من هذه الافعال هو اتقاري مبدوء بالالف او الهمزه والتاء على هذا النحو ما الذي حدث في اللغه الاراميه او السريانيه الذي حدث ان وجود صوت من اصوات الصفير وهو الشين او السين او الصاد أه جعل هذه الصيغه تتبادل المكان جعل التاء تتقدم أه اسف تتاخر عن التاء تتاخر عن الفاء وصارت الصيغ تنطق بهذا الشكل أه يستمك يستمك تجد ان السين وهو صوت من اصوات الصفير تقدم على التاء بهذا الشكل وبالتالي آه القاعدة التي أصبحت موجودة في اللغة الآرامية هي أن الصيغة أصلها بالألف والتاء اتفعل ثم إذا وجد صوت من أصوات الصفير الصاد والسين والذاي حدث أن الفاء توسطت بين الألف والتاء طب نأتي للغة العبرية وعند الكتابة موجودة باللغة العبرية وربما نوضح هذه الكتابة بالحروف اللاتينية إننا صيغة افتعل الذي يقابلها باللغة العبرية هيت باعيل هيت اه يبقى الزيادة هنا الهاء والتاء في البداية والهاء تقابل الألف أو تقابل الهمزة في اللغة العربية لأنك كما تعلم إبدال الهاء همزة والهمزة هاء أمر مألوف بين اللهجات العربية وبين اللغات السامية بصفة عامة لأن الهمزة والهاء صوتان حنجريان يسهل التبادل بينهما فمن هنا اللغة العبرية تسمي هذه الهاء هاء التعديه في مقابل ان الهمزة في اللغة العربية تفيد التعدية بنسميها همزة التعدية أه فلو انا قلت مثلا اكتتب باللغة العربية اجد انها باللغة العبرية هيت كاتيف هيت كاتيف مكتوبة امامك بالحروف اللاتينية هيت كاتيف يبقى انا عندي الالف زائدة في اللغة العربية والكاف هي الفعل ثم التاء المزيدة فمن هنا نقول اكتتب إنما حين أقارن ذلك باللغة العبرية أجد أن المزيدتين ذكرتا في البداية وهما الهاء والتاء هيت كاتيف أه وهذه الصيغة الشائعة في اللغة العبرية على هذا النحو ما الذي حدث الذي حدث في اللغة العبرية أن فاء الفعل إذا كانت صوتا من أصوات الصفير فلا بد أن هذه الفاء تتقدم على التاء فتصير كاللغة العربية تماما فلو أنا مثلا معي الشين صوت تفشي أجد أنه في اللغة العبرية نقول هش تمير هش تمير الله أنا ما قلتش هت بمجيء المزيدتين في البدايه الهوى والتاء، لأن أنا بقول هش يبقى جبت الشين التي هي فاء افتعل في البدايه. هش تمير معناها احترس أو احتفظ بهذا الشكل. برضو مثلا الفعل ستر في اللغه العربيه. نحن نقول استتر وراء الجدار. اس على وزن افتعل. اللغة العبرية بتقارب هذا نقول هيستتير هس تاتير الله ده نفس الحروف في ترتيبها أن الهاء جاءت في البداية مزيدة هيستتير ثم السين فاء افتعل ثم التاء المزيدة على هذا النحو يبقى كأن اللغة العربية التقت مع اللغة العبرية مع حروف الصفير على هذا النحو بهذه الصوره ده حتى اللغه العبريه بتلتقي مع اللغه العربيه في الانسجام الصوتي او في التالف والتقارب الصوتي بمعنى اذا كانت فاء افتعل صادا او طاء هذا يؤثر على مجيء التاء بعدها فالتاء تبدل طاء و تنطق بهذا الشكل كذلك لو أن الحرف معي الذي جاء بعد فاء افتعل حرفا من حروف الصفير مجهور كحرف الزاي مثلا فأجد أنه بيحدث فيه ثلاثة أشياء أحيانا تتقدم الزاي على التاء كفاء افتعل زي اللغة العربية تبدل التاء دالاً وربما نجد في مرحلة لاحقة الإدغام إذا كانت إدغام الدال في الدال وهكذا عندك أمثلة موجودة آه نحن نركز على النتائج ولا نرهق الطالب بهذه الأمثلة إنما هي مجرد إيضاح لما آه نراه من تقارب في اللغات الساميه وان اللغات الساميه التقت في اه توسط فاء هذه الصيغه بين المزيدتين سواء الهاء والتاء في العبريه او الالف والتاء في اللغه العربيه على هذا النحو وكما اقول عليك ان تعود الى الكتاب لتقرا الامثله والمسألة كما أقول واضحة أن اللغة العبرية وهي إحدى اللغات المسماة بالسامية تقدم المزيدتين أولا الهاء التي تقابل الهمزة والتاء في البداية فتقول هت باعيل فمثلا لو أنا عايز أقول تبرأ فبقول هص تضيق هص آه يبقى الصاد هنا وهي أحد أصوات الصفير لأ أراها تقدمت على التاء ثم ماذا حدث أيضا حدث أن التاء أبدلت طاء فصرنا نقول هص تضيق تبرع أه طب لو أن الذي معي في هذه الصيغة الفاء هي ازاي مثلا تجد أنك لا تنطق تاء بعدها يبقى ازاي هتتوسط بين الهاء المزيدة في العبرية والتاء لكنني لا أستطيع نطق التاء بل لابد من إبدالها دالا فأقول هز دمين دم هز دمين دم أي تجمع هز دمين دم وهكذا أخلص من كل هذا إلى أن القاعدة واحدة في اللغات المسماة بالسامية وأنهم يلتقون مع حروف الصفير والتفشي وأن اللغات كلها تتفق في أن تتوسط الفاء الحروف المزيدة سواء الألف والتاء في العربية فنقول افتعل أو الهاء والتاء في اللغة العبرية فنقول هفتاعيل مثلا لو أني معي صيغه هص هست وهكذا الامر الثاني كما اقول هو الانسجام الصوتي نراه في اللغات كلها ان الصوت المطبق او الصوت المفخم يؤثر في التاء فتصير طاعا وان الصوت المجهور الزاي في العربية او العبرية يؤثر في الصوت التاء فيجعلها مجهورة فتنطق دالا ولذلك نستطيع أن نصنف اللغات السامية في هذا الأصل فنقول مثلا اللغات العبرية والآرامية والحبشية، لأ الذي يشيع فيها أن تتقدم التاء على الفاء في هذا البناء البناء، لكن اللغات القديمة والمغرقة في القدم زي اللغة العربية والأكادية والأوجاريتية نجد انها حرصت على ذكر الفاء اولا بعد الالف ثم التاء فنقول افتعل وده مما جعل العلماء يقولون ما هذه النصوص القديمه تؤكد وجود صيغه افتعل في اللغه الام وربما هذه الصيغه افتعل وهي شائعه في اللغات القديمه كانت هي الاصل وتطورت عنها صيغة اتفعل لكن كما أقول الرأي الراجح لدينا أن صيغة اتفعل هي التي تطورت إلى افتعل وأن الأمر يسير وسهل وهو أن فعل الكلمات التي جاءت على وزنها وبها حرف من حروف الصفير هذا الحرف من حروف الصفير تقدم فصرنا نقول اِس تَتَرَ اِش تَهَرَ حين تتقدم الشين وهكذا ثم كما قلنا شاع هذا الأمر بعد ذلك في الصيغ الأخرى بهذه الصورة ولذلك نقول هذا رأينا الذي رجحناه ودللنا عليه من اللغات السامية كما قلنا على هذا ال النحو أعود وأكرر وألخص لأبنائي أو للدارسين والدرسات من التعليم المفتوح أن صيغة افتعل وهي صيغة بنسميها الصيغة التائية في اللغة العربية واللغات السامية هي مشتقة في الأساس من المجرد فعل سواء في العربية أو في اللغات السامية الأخرى كيف وضعت هذه التاء؟ الزيادة في هذه اللغات ببساطة شديدة رأينا العبرية والحبشية والآرامية تقدم التاء على المجرد فتقول إتفعل أو هيت فعل لكن اللغات الأقدم التي قلناها اللغة العربية الأكادية الأوجاريتية Uh, الذي هو موجود فعلا ونصفه وننطقه هو ان الفاء توسطت المزيدتين الالف والتاء، واذا كان هذا الوزن افتعل كما قلنا وجد اولا في الكلمات التي بها حرف من حروف الصفير الصاد او السين او الزاي الا انه شاع بعد ذلك وعمم في الكلمات الاخرى فصرنا لا نقتصر على ان نقول استتر اشتهر اصطبر اه, الى اخره وانما اصبحنا نقول احترم اجتمع اه, امتلك اه, اخترق الى اخره هذه الصيغ كما نقول اه, شاعت على هذا النحو وشاعت صيغه افتعل وإن كانت متطورة عن الصيغة الأقدم وهي صيغة اتفعلة الذي يجعلنا نقول أن الصيغة الأقدم اتفعلة وقد تطورت في العربية الفصحى فصارت افتعل أن تعود مرة أخرى في عصرنا الحديث وننطق بها وليس لها وجود في العربية الفصحى. هذا يجعلنا نتأمل من أين جاءت؟ هل هي وافده من اللغات العربيه الاخرى او الاراميه والعبريه؟ لا هي لها ركام لغوي قديم لم يدون لدى العرب فنحن نقول ونكرر العرب امه امية لم يدونوا لغتهم الا في القرن السابع الميلادي فاللغه العربيه وان كانت احدث تدوينا إلا أنها أقدم استعمالا ومشافها فاللغة تؤخذ بالمشافهة وتؤرخ من خلال المشافهة والتكلم بها، أما أنها تأخرت تدوينا فهذا شأن يعود إلى أصحاب اللغة، إلى أن العرب كانوا ينطقون العربية الفصحى ولا يحتاجون إلى تدوين لها كما رأينا. آه كما قلت وأكرر آه هذا هو السائد أن أصل الصيغة اتفعل ثم تطورت إلى افتعل في العربية الفصحى ثم عدنا إلى الأصل القديم اتفعل في نطقنا الحالي فنقول فلان اتشهر في التلفزيون أو في التلفاز فلان اتسمع كلامه في هذه المسألة فلان اتلوى مما قلناه مثلا وهكذا فثبت لنا ان صيغه اتفعل هي الاصل ثم تطورت الى افتعل ثم عدنا مره اخرى الى اتفعل مره اخرى على هذا النحو لكن كما اقول العنصر الفعال الذي يبين لنا هذا القلب المكاني وما حدث هو اصوات الصفير والتفشي اصوات الصفير والتفشي الصاد والسين والزاي والشين هي نقطه التقاء بين العربيه واخواتها فاذا قلنا العربيه فيها الفاء متوسطه بين الالف والتاء كما في استترا نقول ايضا اللغه العبريه فيها السين تتوسط بين الهاء والتاء هستتير اذا دي نقطه اللقاء آه اللغات الاراميه والحبشيه والعبريه كما قلنا توقفت عند اصوات الصفير ولم تعمم الظاهره لكن اللغة العربية الفصحى هي التي عممت وجعلت ان فاء الكلمة تتوسط بين الالف والتاء وهذا هو العموم فصرنا نقول احترم واجتمع الى اخره على هذا النحو اظن ايها الدارس والدارسة انك تريد ان تعرف كيف يكون السؤال في هذا الباب او في هذه الوحدة ونحن نتكلم عن صيغة واحدة. فكيف يكون السؤال؟ وكيف تكون الإجابة؟ آه النمط الأول الذي نريدك أن تتعلمه أنني أقول لك أجب بلا أو نعم عما يأتي مع بيان السبب. آه أود منك أن تتوقف أمام السؤال وفهم السؤال. لأن فهم السؤال يعني أنك امتلكت نصف الإجابة، لكن إن لم تفهم السؤال ربما أجبت على سؤال آخر أو عن سؤال آخر، ولذلك أنا أطلب منك أمرين، الأمر الأول أجب بلا أو نعم، هذا هو الشطر الأول. الشطر الثاني مع بيان السبب، نعود إلى ما قلناه ونركز عليه في الأسئلة أنني حين أقول لك أجب بلا أو نعم عما يأتي مع بيان السبب، فأنا أطلب منك أمرين، الأمر الأول أن تجيب بلا أو نعم، الأمر الثاني أن تبين السبب. لأن بعض الدارسين والدارسات بيكتفي بالجزء الأول إنه سهل يقول لا أو نعم وبالتالي قد تأتي صائبة في أغلب الأحيان لكن أنا أريد منه أن يكتب بالعربية الفصحى هذه هي الغاية التي دخلنا من أجلها هذا البرنامج وهو أن نتعلم العربية الفصحى وأن نتقن هذه اللغة حديثا وكتابة فمن هنا أنا لا أتعنت مع الطالب وإنما أريد منه أن يكتب بأسلوبه ويبين بأسلوبه ما فهمه في هذا المجال، ولذلك النمط ال الذي معنا أنا أقول لك المطاوعة مصطلح لا يعني وجود فعلين يتفقان في الاشتقاق، لأ هذه الإجابة عنها لا كلمة مطاوعة تعني قبول أثر الفعل الأول في صورة فعل المطاوعة أو في صورة الفعل الثاني الذي نتحدث عنه فإذا قلت لك مثلا كسرت الزجاجة فانكسر أجد أن صورة الفعل الثاني هي شكل الفعل الأولان في حروفه المجردة الكاف والسين والراء وقبل الأثر فمن هنا نقول عنه طاوعة أو المطاوعة أي أن الفعل الثاني طاوع الفعل الأول في اشتقاقه وفي معناه آه لو قلت لك مثلا من أوزان المطاوعة في العربية وزن افتعل نعم هذا صحيح أن علماء الساميات ركزوا في هذه المسألة وقالوا عندنا أوزان مطاوعة في العربية أشهرها إن فعل وإفتعل تدل على المطاوعة أقول علمته فتعلم صيغة تفعل وهكذا قربته فاقترب قربته فاق ب إذا ده صيغة مطاوعة. آه لو قلت لك النمط الذي ليس عليه إجابة في الكتاب وإنما نجيب عنه الآن لا يوجد فرق بين مصطلح القلب المكاني والقلب الصرفي. هذا خطأ. هناك فرق بارز وواضح بين المصطلحين. القلب الصرفي يختص بحروف العله وهي الالف والواو والياء والقلب الصرفي يكون في بنيه الكلمه في حرف واحد فيه الالف تبدى الواو او الالف تبدى الياء او الواو تبدى الياء وهكذا فحين اقول قال باع هاتان الكلمتان فيهما قلب صرفي او اعلال بالقلب الاصل قاول بايع تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت الفا فقلنا قال بايع تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفا فقلنا باع اذا انت تتعامل مع حرف واحد في بنيه الكلمه وهذا الحرف حدث فيه القلب بان ابدل حرف العله حرفا اخر حرف عله اخر انما القلب المكاني ده انت تبدل حرف مكان حرف اخر من خلال التقديم او التاخير فالقلب الصرفي لا لا تقديم ولا تاخير فيه انما القلب المكاني انت تقدم حرفا وتؤخر حرفا آخر يعني لو قلت لك من اللغة العامية مثلا فلان زوج فلانة آه أنت بتنطها إزاي بتقول فلان جوز فلانة فبتقدم الجيم آه فلان أكل أرانب وأنارب أرانب أدراء مقدمة على النون لكن الذي ننطقه ونقول انارب بنقدم النون على الراء أه وهكذا اذا قلت مثلا ملعقه ومعلقه ملعقه فبتقدم العين على اللام وتقول معلقه وهكذا يبقى اذا هناك فرق واضح بين المصطلحين القلب الصرفي يدخل بنيه الكلمه ويتعامل مع حرف من حروف العله ليبدل الى حرف اخر انما القلب المكاني يتعامل مع حرفين يتقدم احدهما ويتاخر الاخر بهذا الشكل كما قلنا في الافعال التي في صيغه افتعل الصبر اصلها اصطبر وهكذا. آه النمط الثاني من الاسئله انك يطلب منك ان تعرف المصطلحات اللغويه التي تكلمنا عنها مثل المطاوعه القلب المكاني المماثله وكلها كما اقول سهله التعريف كما قلنا المطاوعه هي قبول اثر الفعل الاول بان يصير الفعل الثاني لازما آه فتحت الباب فانفتح القلب المكاني مثلا نقول هو تقديم حرف على اخر بسبب المجاوره وبسبب التالف الصوتي الى اخره على هذا النحو. طيب ممكن سؤال اخر ما المقصود بالانسجام الصوتي؟ يعني انا اصبحت اكرر هذا المصطلح كثيرا الانسجام الصوتي او كما قيل عنه سابقا في التراث العربي التقريب المضارعة آآ معناه آآ مراعاة تجاور الاصوات بان تتالف الاصوات في صفاتها كان يكون الصوتان مجهورين او مفخمين وهكذا وراعينا هذا في صيغه افتعل كيف يتحقق في صيغه افتعله قلنا راعينا هذا في صيغه افتعل ان الصاد تل اذا تلتها التاء لابد ان تبدل طاء لمناسبه التفخيم في الصاد فصرنا نقول اصطبر آه كذلك الزاي آه او الدال حين تاتي بعدها في صيغه افتعل التاء هذه التاء لابد ان تبدل آه دالا لمناسبة الجهر السابق عليها فصرنا نقول ازدان وازدهر إلى آخره على هذا النحو وبهذه الصورة. أه انتقل معك بعد ذلك إلى الوحدة الثالثة وهي الأخيرة وفيها برضو نركز على جانب التطبيق ولذلك جعلنا العنوان دراسات سامية مقارنة. او مقارنه ما الذي نريده من خلال هذه الوحده ومن خلال هذا العنوان الذي طرحناه دراسات ساميه مقارنه اننا سنركز على علاقه العربيه باخواتها الساميات وسنختار ظواهر لغويه نقارن فيما بينها في هذه اللغات وبالتالي سنركز على النتائج التي توصل اليها العلماء لاننا كما نقول لسنا متخصصين في هذه اللغات كطلاب او دارسين وانما بنحاول ان نعطيكم النتائج لكي نفهم من خلالها هذه العلاقه بين العربيه واخواتها. نقطه اخرى سنركز عليها وهي العلاقه التاريخيه بين هذه اللغات التي عرفت بأسرة اللغات السامية أو فصيلة اللغات السامية ربما كما قلنا سابقا أن شلوتزر الألماني هو الذي أعطى هذا الاسم اللغات السامية أو الساميون وقلنا إنه أخذها من جدول أنساب أو جدول الأنساب في التوراة أو في سفر التكوين إذن هو يؤصل تاريخاً لهذه المجموعه من اللغات واطلق عليها هذا المسمى اللغات الساميه أه نحاول ان أه نرى مدى أه هذا هذه العلاقه بين اللغات من خلال طرح الظواهر اللغويه ودراسه هذه الظواهر اللغويه والوصول الى نتائج تؤكد قدم هذه اللغات على هذا النحو لدينا نقطة أخرى لابد أن نقف عليها، هذه النقطة التي نريد أن نقف عليها هي أن البصريين والكوفيين من علمائنا حاروا في بعض المسائل، وظهر بينهم الخلاف حول هذه المسائل، كيف نعالجها؟ وكيف نصل إلى النتيجة الحقيقية فيما قالوه؟ هذا يتطلب المقارنة. اننا لابد ان ندرس مشك... يعني مشكلات في العربيه الفصحى ونعطي ما يقابلها من مقارنات في اللغات الساميه، وبالتالي ستظهر لنا النتيجه كامله والنتيجه الحقيقيه التي نعطيها لطلاب اللغه العربيه والمتخصصين في اللغه العربيه في هذا المجال. لا شك اننا في هذه الوحده سنعمق البحث عن تطور العربية في مراحلها الزمنية. لأننا كما قلت لا نجد نصوصا عربية قديمة قبل القرن الرابع الميلادي. دبال الذي وجدناه في القرن الرابع الميلادي هي يعني مكت... يعني كشوف أثرية أو نقوش لا تتعدى الأصابع. فهذه النقوش العربية المبكرة من ثمودية ولحيانية وصفوية لا تكفي في مجال التأريخ للغة العربية، لكننا كما قلنا حين ندرس النصوص المدونة في سائر اللغات السامية فهي عربية قديمة دونت ولذلك تلتقي مع الحياة العربية المألوفة والمعروفة لنا والبدوية يعني سنقف مثلا عند سفر يسمى سفر ايوب. اه هذا مدون بالعربي بالعبرية وموجود في العهد القديم لكننا حين نقرا فيه كاننا نقرا كلاما عربيا فقد منا. فالكرم او صفات الكرم والشجاعة والمروءة وكل هذه الصفات وركوب الجمال في الصحراء واكل لحوم الجمال كل هذا ليس من عادات اليهود، واليهود لا يعرفون هذه العادات، والاسفار المتقدمه على هذا السفر كلها لم تعرض لهذه العادات والتقاليد، اذا هذا كلام عربي نقف عليه قد دون بحروف عبريه لكنه في الحقيقه يتعامل مع الحياه العربيه البدويه التي نراها في ايامنا وفي اه فيما نراه الان. الحقيقه العناصر التي سنتناول فيها هذه الوحده لكي نكمل اه الهدف والغايه من هذه الدراسه وهو اه معرفه علاقه العربيه بهذه اللغات الساميه. الحقيقه عندنا ثماني اه او ثمانيه مباحث اه نحاول ان نتكلم فيها ونوضح ما المقصود بالعربية واللغات السامية ولذلك كما أقول هذا التركيز حسب مستويات علم اللغة يعني إحنا عندنا مستويات علم اللغة أربعة الأصوات الصرف التراكيب الدلالة ولذلك حرصت على أن تتنوع هذه البحوث ما بين هذه المستويات الأربعة فسنركز مثلا الحديث في المبحث الاول عن اصوات اللغات الساميه ونقارن ونقول كيف تطور هذا الصوت من لغه الى اخرى وما الاصل في هذا الصوت. اه المبحث الثاني صرفي وهو ابنيه الفعل في اللغات الساميه. هل هي متحده في هذه اللغات الساميه؟ وهل البناء الأفعال في اللغة العربية الفصحى هو الأصل لا بد أن نجيب عن هذه المسألة أيضا مبحث صرفي آخر وهو التعريف والتنكير في اللغات السامية آه نحن في اللغة العربية مثلا عرفنا أداة التعريف الهاء مثلا أسف في اللغة العربية أداة التعريف أل لكن هنجد اللغة العبرية فيها الهاء أداة التعريف هل هناك تطور صوتي حدث بين اللغتين وأن الهمزة في أل كان أصلها الهاء كما يقول علماء السميات وإن الأصل لهذه اللغات كلها كان هو هل ثم أدغمت اللغة العبرية اللام في الحرف التالي لها فصرنا نشدده أم أن الأصل هو الموجود معنا في اللغة العربية سنوضح هذه المسألة هناك مبحث آخر التذكير والتأنيس في اللغات السامية هل التذكير هو الأصل ولذلك استحدثت اللغات علامات للتأنيس بعد ذلك وهل هي علامة واحدة أم عدة علامات كما نجد في اللغة العربية يحتاج منا إلى إجابة على هذا الأمر. نتحدث عن مبحث آخر وهو وزن كلمة إنسان وأصل اشتقاقه، هل كلمة إنسان من الهمزة والنون والسين، أو هل الألف والنون في كلمة إنسان من أصول الكلمة أم هي زيادة على الأصل؟ وحين نجمع كلمة إنسان هل نجمعها على أناسين كما وردت في القرآن الكريم وأناسية كثيرة أم هي في أصلها تدل على جنس الإنسان وفيها معنى الجمع كل هذا نريد أن نوضحه وما يقابله في اللغات السامية الأخرى على هذا النحو أه سنعرض إلى مبحث آخر كلمة التوراة وقد تعدد ذكرها في القرآن الكريم هل هي كلمة عربية أصيلة؟ أم هي مأخوذة من اللغات الأخرى وبخاصة العبرية؟ لأن التوراة كتاب مقدس لدى اليهود فهل هذه الكلمة لها وزن عندنا عربي كما يقول بعض العلماء تفعلة؟ أم أن الواو والراء والياء مثلا هي الأصل هذا ما نريد أن نوضحه عندنا مبحث قبل الأخير وهو إيا بين التصور النحوي والمقارنات السامية كلمة إيا التي نراها في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين كيف تصورها النحاة العرب هل هي عماد ارتكز عليه الضمير كاف الخطاب وهاء الغائب وياء المتكلم إياك وإياه وإيايا أم هي الضمير الأصلي وهي الضمير المنفصل إياك وإيايا وإياه آخر ما سنتكلم عنه إن شاء الله كلمة اللهم أيضا بين التصور النحوي والواقع اللغوي كيف رآها النحاة العرب وكيف تعامل معها وهل الميم دي هي عوض عن ياء النداء أم أن الواقع اللغوي يقول الميم هنا للتمجيد والتعظيم وأن هذه الميم تلحق اسم الجلالة في كل اللغات السامية فهي موجودة في اللغة العبرية إلوهيم وهي موجودة في اللغة العربية اللهم هذا ما أريد أن أوضحه معكم في اللقاءين القادمين إن شاء الله اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته